السادات والسادة، تحية لحضراتكم في هذا المشهد الجديد. في هذا المشهد مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم أفاق الانتخابات المحلية التركية ومستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. هذه الانتخابات التي تعتبر أول مقياس حقيقي على شعبية الحزب الحاكم، خاصة أنها تأتي بعد الكثير من الاحتجاجات الواسعة والفضائح المالية والسياسية والأمنية المتهم فيها أردوغان شخصيا والكثير من وزراء حكومته. للمزيد من القراءة والتفاصيل في سياق هذا الحوار، ورحب مع حضراتكم بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع مشاهدين هذا التقرير ابقوا معنا. توجه الناخبون الأتراك اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالسهم المحلية، والتي تشكل حسب رأي المراقبين اختبارا لشعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكثر من كونها انتخابات بلدية. ورغم أن الانتخابات محلية الطابع، إلا أنها تكتسي بأهمية بالغة، حيث أنها تأتي في خضم الصراع بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة، التي تسعى لاستغلال متاعب حكومة أردوغان لوضع حد لفوزه المتكرر في الانتخابات السابقة. ويترقب الأتراك ما ستفرزه نتائج الانتخابات، التي يرى المراقبون أنها بمثابة اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي مني بفضائح فساد مالي طالت كبار رجالات الحزب والحكومة وأسرة أردوغان شخصيا، مما خلق أزمة سياسية وصراعات داخلية غير مسبوقة. فيما شددت المعارضة التركية على اغتنام الظروف الحالية لإعطاء منحنى وطني للانتخابات البلدية والتصويت بحجب الثقة عن أردوغان، الذي باتت تصفه علنا بالسارق والديكتاتور. ويعتبر المواطن التركي اللاعب الأبرز في هذه المرحلة الحاسمة، فيما يزيد عن 52 مليون ناخب تركي هم من سيفصلون بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية المتصارعة، لكن من خلال صناديق الاقتراع. ويمثل الشباب شريحة كبيرة من المواطنين الأتراك، حيث يتوقع كثيرون أن يعزف نسبة منهم عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، على خلفية حظر الحكومة مؤخرا لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذلك الحظر الذي أغضب شريحة واسعة من شباب تركيا. وتتوقع معهد استطلاعات الرأي التركية تراجع موقع حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على ما لا يقل بقليل عن 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011، لكن دون الوصول إلى سقوطه. فيما تتوقع جميع التحقيقات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب أردوغان على 35 إلى 45% من الأصوات على المستوى الوطني. شيرين الشفعي، النيل. بكم جديد مشاهدينا الكرام، ارحب بحضراتكم كما ارحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. دكتور اهلا وسهلا مره ثانيه. من اين تاتي اهميه الانتخابات المحليه التركيه من وجهه نظرك؟ يعني انا اعتقد هذه الانتخابات ربما تكون يعني ترمومتر للعلاقات الداخليه سواء في تركيا او في حتى في نطاق الاقليم، لكن المشكله ان التصويت في هذه الانتخابات والانتخابات التشريعيه التي ستجرى بعد قليل ايضا تصويت على شعبية أردوغان نفسه، ليست قضية الحزب، ربما تكون أحد الخيارات المتاحة للحزب لو قدر أنه لا تأتي بنتائج إيجابية فسيتم التضحية بشخص رجب طيب أردوغان. القضية ليست في النسب اللي حضرتك تسمحها أو في الاتهامات التي تم توجيهها طوال الفترة الماضية. لا، هو الحقيقة أنا عايز أفهم، يعني هو أردوغان، يعني ستك بتقول هي متعلقة بشخص أردوغان وليس الحزب الحاكم. بالضبط، لأنه هو لازم نميز بين أمرين، بين الاتهامات الموجهة لأردوغان نفسه والمجموعة الضيقة التي تعمل بجواره، هم بيسموها النخبة الضيقة التي تعمل بجواره، وبعض المسؤولين وداخل أسرته أيضا، حتى وإن كانت هذه النخبة فاسدة لا تؤثر على نتائج الحزب،
حتى هذه اللحظة الاتهامات لم تصدر فيها نتائج نهائية. تمام. دي نقطة مهمة. تمام. يجب الإشارة إليها إن إحنا وإحنا بنقيم اتهامات لا تزال الأجهزة المعنية بتحقق فيها في تركيا، وبالتالي نتائج هذه التحقيقات ربما تنعكس بصورة حضرتك الصوز مباشرة على ما يمكن أن تقول إليها. لكن خلينا نقول دلوقتي انتخابات البلدية ممكن تدي مؤشرات لإيه؟ تدي مؤشرات في بعض المناطق الرئيسية زي أزمير وزي إسطنبول وأنقرة. زي وأنقرة دي بتدي مؤشرات إنه لو خسر حزب العدالة والتنمية مقابل حزب الشعب، بتدي لحضرتك مؤشرات إنه الحزب بدأ يفقد مساحة كبيرة من الحركة الخاصة به في الداخل أو في قطاعات الرأي العام الجماهيرية. المؤشرات استطلاعات الرأي يعني أمينة وصادقة، يعني لا تقول أنها مؤشرات مضللة. تمام. المؤشرات بتقول لحضرتك لغاية أول أمس الحزب قد يحصل على من 35 إلى 40%. هل هذه النسبة نسبة كبيرة؟ الانتخابات الماضية اللي أجريت 2009 الانتخابات البلدية كان الحزب أخذ فيها 38 وحاجة، يعني نقترب من 39. تمام. معنى هذا أنه لو خرج الحزب بهذه النسبة وكانت نتيجة مرتفعة 38% مرتفعة. كانت مرتفعة للغاية. لو وصل إلى 35% في هذه الانتخابات نسبة معقولة في تقدير معقولة، وبالتالي سوف يكون خرج من الأزمة اللي حضرتك شايفها بهذه الصورة. طيب لو قل عن كده وصل إلى 25 مثلا في المية أو من 25 إلى 30، هنا هتبقى في أزمة حقيقية، لأنه كما تعلم حضرتك رجب طيب أردوغان ذكر منصه أنه سوف تكون هناك خيارات أخرى مطروحة لمستقبله السياسي ومستقبل الحزب. لكن هنا خلينا نميز بين حاجتين، بين مستقبله السياسي متعلق بنشاطه السياسي ومستقبل الحزب، وبينه هو كشخص يعني تحوم حوله الشبهات دون أي دلائل حتى الآن. الساحة خلينا أقول الخريطة شكلها إيه في الداخل التركي؟ في مشكلة حقيقية. الأربع أحزاب الكبرى التي تمثل في البلديات أو في الانتخابات البلدية، الأحزاب الرئيسية الكبرى بجانب حوالي 25 حزب من الممكن أن يمثلوا في هذه الانتخابات الجديدة، لكن هم عندهم حاجة اسمها نسبة التمثيل أو نسبة الحسم اللي هي بتبقى في حدود 10%، ودي نسبة كبيرة جدا بالمناسبة لا تدخلها الأحزاب الصغيرة. فعندهم مشكلة الأربع أحزاب الكبرى ربما يحدث فيها نوع من الحراك، لكن حزب الشعب ليس بالحزب القوي للبعض متصور أنه قد يكون بديلا الآن في هذا التوقيت. تمام. عن حزب العدالة والتنمية أنت تتكلم على حزب يعني منذ سنوات طويلة التجربة يعني التركية أثبتت أنه حزب قادر على العمل برغم كل المشكلات التي واجهها في الفترة الماضية طبعا، وفي خلافات كثيرة. القضية ليست في أردوغان فقط. صحيح. هناك اعتراضات عديدة على شخص أردوغان داخل إدارة الأزمة، حتى العلاقات الداخلية مع الحركة التطوعية، حركة الخدمة اللي هي حركة كولين. هناك مشاكل متعلقة باتهامات داخلية وخارجية، يعني هم يسمعون على السلطان العثماني كما يطلقون عليه، لكن هم لا يروا تصرفاته بتتسم بالديمقراطية ولا الليبرالية. طبعا حضرتك تعلم موضوع مواقع التواصل الاجتماعي والقضاء وإلى هناك حرب تكسير عظام، خليني أقولها لحضرتك، ما بين قوسين، ما بين القوى السياسية من جانب والقضاء والشرطة وأجهزة الأمن وحزب العدالة والتنمية ممثلا في شخص أردوغان من جانب آخر. حرب تكسير عظام ملامحها لن تكون في الانتخابات البلدية ولكن أيضا في الانتخابات التشريعية. في مؤشرات تقول لحضرتك أنه ربما ينحني رجب طيب أردوغان للعاصفة لكي تمر، وفي حالة مرورها سيتحول إلى دكتاتور بالفعل، فبالتالي لن تقف أمامه أي حوائل أو قيود معينة لإعادة. هي فكرة الانحناء للعاصفة يعني ستك من خلال إيه؟ يعني إذا جرت نتائج الانتخابات المحلية بشكل لا يرضي الحزب أو لا يرضيه شخصيا؟ ده في جزء من هذا، وفي جزء في إطار علاقته بالأحزاب والقوى السياسية وحركة الخدمة أو حركة كل نفسها التي تظهر في الساحة. الحركة برغم كل ما يقال عنها هي لا تزال حركة ضعيفة في تركيا على عكس ما هو متصور. هي طبعا كما تعلم حضرتك هي أنشأت من حوالي 50 سنة وموجودة ومتغلغلة في كل قطاعات الدولة، يعني لما حضرتك تروح تركيا تلاقي هذه الحركة مسيطرة على كل قطاعات الدولة، في الميديا وفي الجامعات والنقابات والهيئات، مدخلها مدخل تعليمي، بمعنى أنها متواجدة في 92 دولة في العالم تحت مسمى مدارس وجامعات. هذه الحركة النهاردة الكتلة التصويتية الترجيحية اللي هي ممكن تحسم لحزب العدالة أو لحزب الشعب من 3 إلى 5% الصوت، وبالتالي ليست نسبة كبيرة. هتقول لي طيب هل هي تستحق كل هذه الهالة من الإعلام والهجوم من قبل أردوغان؟ أقول لحضرتك نقطتين. النقطة الأولى هي أنه أردوغان نفسه
يريد أن يصفي هذه الحركة، برغم أنه بدأ تحالفه وهي التي كانت صاحبة وصاله إلى السلطة وكان لها دور كبير في هذا، فبالتالي هي ضابطة إيقاع المجتمع. صحيح. النقطة الثانية ودي الأخطر أنا في تقديري، أن هذه الحركة تركت البعد التعليمي والثقافي والمدارس والجامعات وما إلى ذلك، فدخلت في السياسة، في المعترك السياسي. بالضبط. فأربكت. طيب. العملية. اسمح لي هذه نقطة تحتاج إلى المزيد من التفاصيل. بينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل في أنقرة الزميل عمر أحمد. عمر تحياتي أولا. أهلا وسهلا. عمر، الصورة لديك في تركيا خاصة مع بداية الانتخابات المحلية التركية، كيف تقيم لجان الاقتراع توافد الناخبين على صناديق الاقتراع، توجهات العمل الناخبين حتى الساعة؟ نعم. يعني نحاول مرة ثانية أن نتواصل مع زميل عمر أحمد، عفوا مشاهدينا، لصعوبة التواصل إليه بشكل جيد. دكتور، يمكن أنا عايز بس أسترجع مع سيادتك ما حدث في الأجواء التركية وتأثير هذا الأمر على الانتخابات المحلية، كما يرى الكثير من المحللين السياسيين. يعني في الأونة الأخيرة كان هناك الكثير من الاحتجاجات كما ترد إلينا في وسائل الإعلام، كان هناك الكثير أيضا من الفضائح المالية والسياسية والأمنية التي أعلن عنها بشكل أو بآخر. تأثير هذا الأمر على المواطن التركي وعلى توجهاته نحو الانتخابات المحلية حتى وإن كانت بشكل غير مباشر. شوف حضرتك، هو في تردد من قبل زي ما استطلاعات الرأي، خلينا أقول الأول أكاديميا، يعني في استطلاعات رأي حضرتك في تركيا مرتبطة باستطلاعات. طيب هتسمح لي أروح للزميل عمر أحمد مرة تانية. عمر تحياتي، هل تسمعني بشكل واضح؟ نعم أسمع الآن. عمر، كيف تقيم أنت المشهد في تركيا اليوم في ضوء الانتخابات المحلية، توجهات الناخبين، المشهد العام، الشكل العام للانتخابات المحلية في تركيا؟ الانتخابات الآن أغلقت الصناديق ومراكز الاقتراع أبوابها. الإقبال في الانتخابات هذه السنة كان على غير العادة، إقبال كثيف جدا، إقبال كان متوقعا حقيقة بسبب ما يجري ضد الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ما يحدث من فضائح، ما يحدث من تسريبات أثرت على الحزب بشكل أو بآخر. المعارضة اتهمته بعدم المشروعية، أسقطت المشروعية عنه، قالت أن هذا الحزب يسعى لي جر البلاد إلى حرب مع سوريا أو حروب أخرى. هذا الكلام لم تكن تقوله المعارضة فقط عندما ظهر إلى الإعلام التسريب حول اجتماع وزير الخارجية مع ثلاثة من مسؤولي الدولة حول سوريا. كانت تقوله المعارضة منذ 3 سنوات بأن الحكومة التركية تدعم المسلمين.